السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي جيجي؟ حبيب قلبي النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض غسول تحفة جدا لتنظيف الاسنان، وكمان بيعطر رائحة الفم ويخلي رائحة الفم جميلة جدا جدا. كمان هعمل معاكم النهاردة مكون جميل قوي هنغسل بيه اسناننا، بجد بيخلي الاسنان تحفة وبيضة وبيشيل الكير اللي بيبقى موجود حوالين الاسنان. يلا بينا هنقول دلوقتي ايه المكونات اللي انا هستخدمها النهارده في الوصفه بتاعتي. بس ما تنسوش اول مره تدخلوا القناه اشتركوا معايا واضغطي على زر الاشتراك او السبسكرايب، وكمان اضغطي على الجرس علشان كل فيديوهاتي توصلك اول ما انزلها باذن الله. انا هحتاج معايا النهارده في الوصفه دي كوب واحد من الميه، ممكن تكون ميه عاديه من الفلتر او ممكن ندفيها، يعني تبقى ميه دافيه او ميه برد عادي جدا. وهحتاج معايا نصف ليمونة، هبدأ اعصر نصف الليمونة كده على الكوب المية بالشكل ده. انا هبدأ اعمل اول حاجة الغسول اللي انا هستخدمه مضمضة للفم، علشان لو في اي رائحة كريهة وكمان لو في اي الام في الاسنان بيضيعها تماما. انا كده عصرت نصف ليمونه زي ما احنا شايفين. المكون التاني اللي انا هضيفه النهارده على الغسيل بتاعي ده هو القرنفل او المسمار زي ما بيسموه في بعض الدول، وده بيكون شكله اهو، ولكن انا مش هحتاجه بالشكل ده، انا هحتاجه مطحون. انا هاخد معلقه وهبدا اطحنها في المطحنه بتاعتي، وهنبقى معانا بالشكل اللي انا هوريكم دلوقتي. بس عايزه برضه اقول لكم ان لو انت عندك الم في الاسنان او في الضروس، ممكن تاخدي واحده كده من القرنفل وممكن تحطيها على الضرس بتاعك، بتضيع الالام بسهوله جدا وبتسكن الالام. انا دلوقتي هحتاج معلقه واحده هطحنها في المطحنه وهقول لك هنعمل بيها ايه. انا معايا هنا معلقه واحده من القرنفل، بعد ما طحنتها بقت معايا بالشكل ده، هبدا اضيفها على الكوب بتاعي كده. هنقلب وكمان هضيف معايا بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم ممتازه جدا جدا. كل اللي احنا بنحطه ده على المشروب ده مش مشروب، ده غسول هنتمضمض بيه. لو انت مش عايزه تضيفي بيكربونات الصوديوم ممكن تستكفي بالليمون وبالقرنفل فقط، بس انا بحب بيكربونات الصوديوم لانه كمان بيخلي الاسنان بيضة وجميله جدا. هي نص معلقه فقط من بيكربونات الصوديوم، وهبدا اقلب برده كده، وده هيبقى معايا غسول همضمض بيه الاسنان، بيخلي رائحة الفم جميلة جدا جدا، وكمان لو في اي جير بيشيله بسهولة ان شاء الله. ده بالنسبة للغسول اللي انا هغسل همضمض بيه الفم، ممكن تمضمضيها مرتين بس، مرة الصبح ومرة بالليل. طيب بالنسبة بقى لغسيل الاسنان، طريقة سهلة وجميلة جدا. كل اللي انا هحتاجه معايا النهاردة في غسيل الاسنان، انا هبدأ اضيف برضو معايا بيكربونات الصوديوم. وعايزه اقولك لو انتي لثتك حساسه بلاش بيكربونات الصوديوم، ممكن نستبدلها بالقرنفل، يعني هتاخدي برضو نص معلقه من مطحون القرنفل بدل بيكربونات الصوديوم، ده لو انتي بشرتك لو انتي لثتك حساسه. تمام، هعصر عليها قطرات بسيطه برضو من الليمون بالشكل ده. وبعد ما اغسل اسناني بالمعجون بتاعي هاخد الفرشه وهبدا اخد على الفرشه من الغسول اللي انا المكونات اللي انا حطيتها دي، وهبدا اغسل بيها اسناني وافرشها من فوق ومن تحت، وهغسلها هتبقى جميله جدا جدا. الوصفتين دول تحفه جدا. ده غسول زي ما احنا شايفين كده اهو، هغسل بيه همضمض بيه اسناني، مضمضه واطف مش هشربه. ومعايا هنا ده بعد ما اغسل اسناني بمعجون الاسنان هبدا استعمله.
انت ممكن تستعملي ده مره واحده بس في اليوم لمده اسبوع، وبعد كده ممكن نستعمله مره واحده في الاسبوع. يعني انت اول ما تبداي تعملي الوصفه استعمليه كل يوم مره واحده، وبعد اسبوع استعمليه مره واحده في الاسبوع، هيخلي اسنانك دايما بيضه وزي الفل ان شاء الله. والغسول ده هنستعمله برضو باستمرار، هيخلي رائحه فمنا جميله. وطبعا الكميه اللي تستنى ما تسيبهاش بره، حطيها في ازازه او في كنينه برطمان وشيليها في التلاجة واستعمليها باستمرار. حبايب قلبي ده الفيديو بتاعنا النهارده، ان شاء الله يخلصك من التسوس والكير ويخلي رائحه فمك جميله جدا جدا. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم والوصفه تكون نتائجها حلوه معاكم. الوصفات الجميله قوي لتبييض الاسنان وتعطير رائحه الفم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وشير للفيديو لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، وكمان ما تنسوش لايكات كتير او الجيجي. وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. يا رب فيديو النهاردة يا بنات يعجبكم ونتيجته تكون فعالة معاكم. ان شاء الله اغسلوا اسنانكم وطهروها بالغسول اللي احنا عملناه ده، ان شاء الله نتيجته حلوة جدا جدا. اتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتستفادوا بيها. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش حبيب قلبي تحطوا لايك للفيديو عشان يوصل لكل البنات دنيا الاستفادة وكلهم يستفادوا ان شاء الله. بنات وشباب طبعا الوصفة تنفع للكل. وكمان ما تنسوش تحطوا لايك كتير للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفة جديدة مع جيجي للوصفات الطبيعية. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.